الموضوع لانه يعني اللي عم تحكيه يعني كانه في شيء غلط. لا ما فيهوش غلط. لا مش طيب اللي حصل ايه؟ انا هقول للناس اللي حصل ايه. انا دخلت لقيت محمد بيقول لهم انتوا نسيتوا اللحمه في الفريزر. قلت له طب يا حماده ولا يهمك، حط واحده على سطح غامق على حته مثلا حته طاسه غامقه. اوكي. وقال لي عارفين انت محمد بيعمل ايه. المهم حطينا واحده وسيبنا واحده على البلانشا. جينا بعد 3 دقايق لقينا واحده زبده ودي زبده والثانيه ايه ناشفه. دي اللي اتحطت فين؟ بص اهي يا باشا اهي وريني بقى الثانيه. انا صدقت شايف الفرق ونفس الشيء. والله العظيم بصوا يا جماعه احلى حاجه في الدنيا ان انتوا تبقوا بتعملوا الحاجه وانتوا بتحبوها. وانا بعمل البرنامج ده وبشتغل مع صديقي واخويا محمد اللي اعرفه دلوقتي بقالي 18 سنه يا لهوي، بتبقى الدنيا حقيقي فكه والموضوع حلو. ومن هنا جت افكار كتير قوي احنا عملناها. اوعى بس ايدك اوعى. عيني عليك. خلاص روح دوس. الله ده من دهنه سأسئله. بص بقى اتفرج على الحلاوه. انا من مدارس اللي بقلب الستيك كل 30 ثانيه يا طارق. وماله ليش؟ عشان يطلع حلو. تطلع زي الفل. شوف الجليز اللي عامله ده. بص 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 والله العظيم شوف. طيب والله شوف الشغل شغل شغل نظيف. اتفرج الشغل نظيف بيعمل ايه؟ عايز وقت. شايف؟ ما يحرقش حالك. مين؟ والله العظيم يعني الطعم كله هون. الله عليك. اللي عايز الوصفه يشوفها على اليوتيوب الحلقه الماضيه. بص بقى حلاوه كمان الملح بيعمل ايه؟ بيملح. بيلم حواليه الميه. وبيبدا عشان الميه بتخرج لان السكر الطبيعي اللي في اللحمه. أوكي. بيبدا يكرمل على طول. طب اللحمه اللي عم بستخدمها اليوم انجوس لانه فيها الماربلينج بتاعها حلو. والفكره منها انه ستيك ديان الصوص بتاعته خفيفه جدا يا طارق، شويه بصل شويه ماشروم شويه مستردة على قولتك. يا جماعه الخير اللحمه بس يعني بس يطلع منها مي، هاي ميه اللحمه مو دم. نعمل ستيك ميديوم ولا نعمله ويل دان؟ عيب يا محمد اعمله ميديوم يا حبيب قلبي. تاني والله العظيم خلاص ميديوم. أنا هنعمله ميديوم. ويل دان يبقى انت ضيعت الدنيا. يلا لون. هو ده. انا في انتظارك مليت ناري في ضلوعي وحطيت ايدي على خدي وعديت بالثانيه غيابك ولا جيت. يا ريت يا ريت. هاخد شويه من الزبده دي يا ابو الروق. طبعا علشان الطعمه هنا كلها، بس مش عايزين الكميه الكبيره دي. شويه شالوت رشه ملح عشان ايه يتدبل. اوكي شويه اويستر ماشروم كده. شويه نيوكي. اشيل دول على جنب عشان خلاص مش عايزهم يدوبوا اكتر من كده. تمام. نفس الحله يا ابو الروق. ايوه عيني عليك. هناخد بقى الصوص بتاعتنا. الصوص بتاعتنا شويه عصير عنب مخمر. تمام. شويه يو ممكن ابل سايدر. تمام. عشان فيه هيك ريحه حلوه. شويه ديجون ماسترد. عشان ستيك ديان لازم يكون فيه. طبعا. ديجون ماسترد. طبعا. يعني عليك. كريمه لباني. تمام. مش انا ما حطيت ملح صح؟ لا ما حطيتش. ملح راح يكون بالفيش صوص. بس كده. فيش صوص مع اللحمه اختراع افلاطوني. امامي انذر امامي لاير ذات كم فروم وستشر صوص. هي مس وستشر وستشر وستشر. هنطفي النار دلوقتي. شويه جليز. عين عليك. اوه شوف الالوان يا برو. كان يوم حبك اجمل صدفه. لا ولا يهم ولا يهم ولا يهم. خليني احط الفطر الاول. احط الفطر معاهم. هلا هنحط الثوم. يسكسكوا هيك مع بعضهم بال اليوم يسكسكوا مع بعض. شايف؟ يعني مش كثير يعني حتى نص الكميه. نص سنته نص في الاخر. ايوه. شوي زعتر فرنساوي.
مع الصوص كده. ايوه ده قطعنا الستيك يا صاحبي قوي قوي. شويه بقدونس، انا بحب هدول الصلصات مع بقدونس. وطني يا مالي بحبك قلبي كريرم. دنيا ايه رايك في الطمأ الجامد ده؟ يا عيني عليك شيف. يا شوية بقدونس أبو الروق. أيوة ضرب صغيرة فلفل أسود. بس يلا باي باي دن. بس خلاص.